هي كلها امنيات وتمنيات ان شاء الله يعني نسعى ليها. منتخبنا انا شايف في حاله من الرضا نوعا ما بعد ماتش غينيا. احنا دايما الناس على طول مش عاجبها المنتخب ككوره، يقول لك احنا مش مهم نكسب بس المهم نلعب كوره كويس. متهيألي الماتش اللي فات ابتدت الناس تحس ان بنلعب بنهاجم كويس، بنروح للجون. ماتش تنزانيا وصلنا لجون كتير برضو، عملنا حوالي 26 كوره عرضيه. احنا كنا الاول ما فيش عرضيات خالص بنكسب، لكن الناس كان يقول لك دايما عايزين نهاجم عايزين نمسك كوره. اخر ماتشين عملنا كده، يمكن الماتش التاني كمان احسن شويه. فاحنا عندنا فرقه كويسه بس لازم نوقف ورا فرقتنا شويه، لازم نعرف ان خلاص الراجل اختار 23، هنقعد نقول بقى مش عارف مين ما جاش، احترامي لكل الناس طبعا، لكن خلينا دلوقتي مش وقت بقى نقعد نقد وقت على طول ده وحش وده كويس، خلينا نقف مع اللعيبه وبعد البطوله يبقى ننقد براحتنا يعني. والله انا دايما متفائل، لو جبتني في اي حاجه وقت هتلاقيني متفائل دايما بالماتشات، يعني نفسي الناس تتفائل بس شويه كده.